عميد كلية العلوم الأستاذ الدكتور صبيح جاسم قاطع المحترم، وأيضا الشكر موصول إلى وحدة التأهيل والتوظيف في الكلية المتمثلة بأستاذ أحمد، وأيضا إلى قسم المتابعة والتعاون مع وحدة تمكين المرأة ومديرية شباب وتربية ميسان، وأيضا منصة الكريمة الإلكترونية ومنصة المدربين والباحثين في كلية العلوم جامعة الموصل لاستضافتنا في إلقاء الندوة العلمية بعنوان طرائق التدريس وتطويرها في ظل التنمية المستدامة. محدثكم الأستاذ المساعد سلوان عبد أحمد من جامعة ديالى كلية التربية المقداد، وأيضا الزميلة المدرس عبير عبد الهادي حيدر الأستاذة في المديرية العامة لتربية محافظة ديالى في إلقاء هذه الندوة العلمية. بالبداية الكثير منا يسمع عن موضوع التنمية المستدامة في كل المجالات، قد نرى ونسمع وقد نقرأ عن التربية المستدامة، فحبينا أنه نوضح بالبداية موضوع عن التربية أو كمقدمة بدائية عن مفهوم التنمية المستدامة. من خلال ربط الأبعاد البشرية بالبيئة أصبح هناك اهتمام متزايد فيما يسمى بالتنمية المستدامة، اللي تهدف إلى إيجاد توازن ما بين النظام الاقتصادي لأي دولة معينة أو أي مجتمع من خلال عدم استنزاف الموارد الموجودة في هذا المجتمع، وأيضا مع مراعاة الأمن البيئي لهذه الأجيال. فقد أصبحت مهمة هذه الأجيال الموجودة في الوقت الحاضر المحافظة وأيضا إيجاد التوازن ما بين الموارد الطبيعية الموجودة في المجتمع والإنفاق، بحيث يكون هناك تعادل ما بين الموارد الطبيعية اللي موجودة في المجتمع مع المصروفات، نقدر نسميها، نقدر نسويها مع كمية المستهلك من هذه الموارد. فبالتالي عملية التنمية المستدامة جاءت للمحافظة أو لإيجاد التوازن ما بين الموارد الموجودة وما بين الاستهلاك البشري لتلك الموارد. طبعا أي خلل أو أي عدم أو عدم تخطيط للمصروفات أو عدم تخطيط استهلاك الموارد الطبيعية الموجودة في البيئة وفي المجتمع، بالتالي راح يكون هناك مضرة بالتنمية لأي مجتمع أو لأي دولة بشكلها العام. مفهوم التنمية المستدامة طبعا ظهر نتيجة الإهمال في الجوانب البيئية والطبيعية وحتى البشرية، فبالتالي كان لابد من إيجاد فلسفة أو إيجاد طريقة معينة، طريقة جديدة تساعد على التغلب على المشكلات استنزافية للموارد الطبيعية. هاي التعاون أو هاي الفلسفة التنموية تمخضت بالجهود الدولية من خلال منظمة اليونسكو ومنظمة الأمم المتحدة، أنتجوا مفهوم جديد وهو مفهوم عرف بالتنمية المستدامة. طبعا تعريف التنمية المستدامة، هناك عدة تعاريف أو تعريفات للمفهوم المستدام. أول تعريفات إنها تلبي حاجات الحاضر من دون المساومة بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتهم المستقبلية. هذا المفهوم أو هذا التعريف يؤكد إنه إحنا نلبي حاجاتنا بالوقت الحاضر، وممكن إنه نستعمل الإمكانيات الموجودة في الوقت الحاضر، فبالتالي ولكن على شرط انه تكون هذه تلبية الحاجات الموجودة عندنا انه ما تؤثر على قدرة الأجيال المستقبلية. عدم التخطيط في أي مجال معين قد يستنزف الموارد الموجودة في الوقت الحالي، بالتالي عندما يأتي الجيل الجديد أو الأجيال القادمة راح يكون هناك ضعف في الموارد الطبيعية، ضعف في الموارد البشرية، ضعف في الموارد المائية، هذا راح يكون هناك خلل بالتوازن.
فبالتالي التعريف الأول أنه إحنا نلبي حاجات المجتمع في الوقت الحاضر مع عدم المساس بقدرات أو بمتطلبات الأجيال اللاحقة. وأيضا هي النشاط الاقتصادي الذي يؤدي إلى الارتفاع بالرفاهية الاجتماعية مع أكبر قدر ممكن من الحرص على المواد المتاحة وبأقل قدر من الأضرار والإساءة إلى البيئة. هنا النشاط الاقتصادي اللي يمارسه المجتمع بشكل عام عليه أن يؤدي هذا النشاط إلى الرفاهية وأيضا إلى الارتفاع بالمجتمع بالارتفاع إلى المجتمع والارتقاء به إلى أفضل حالات العيش، ولكن مع الحرص على الموارد المتاحة في الوقت الحاضر. وأيضا هذا الجهد الاقتصادي أو العمل الاقتصادي الموجود لازم يكون بأقل قدر ممكن من الأضرار اللي إحنا نسببها سواء على المستوى الاقتصادي، على المستوى البيئي، أو حتى على المستوى الاجتماعي اللي موجود في المجتمع. وأيضا هي من المفاهيم اللي خاصة بمفهوم التنمية المستدامة هي الحفاظ على الفرص المقبلة للأجيال القادمة، مع فكرة عامة بأن العدالة متداخلة ما بين الأجيال. يعني إحنا في الجيل الحالي علينا أنه نحافظ على الفرص اللي موجودة عندنا، نحافظ على الموارد اللي موجودة عندنا، ولكن مع التخطيط المستقبلي وعلينا نفكر بالمستقبل كيف تكون العدالة ما بين المجتمع الحالي والمجتمع اللاحق أو المقبل. ولكن هاي العملية تكون ضمن تخطيط معين، ضمن رؤية استراتيجية تضعها الجهات المسؤولة، يضعها عموم المجتمع، يضعها كل من له علاقة بالتنمية المستدامة، بحيث تكون عملية التخطيط إلى المستقبل وفق الإمكانيات البشرية اللي موجودة، وفق أعداد السكان، وفق المعادلة المتوازنة ما بين الاستهلاك البشري وأيضا الموارد المتاحة في ذلك المجتمع في الأجيال اللاحقة. هاي التعاريف مجملها راح تؤدينا إلى مفهوم معين، أنه ارتباط حقول المعرفة الإنسانية وحقول المعرفة البشرية، سواء كانت هذه المعرفة ثقافية أو اجتماعية أو بيئية أو اجتماعية أو حتى تكنولوجية، لازم تساهم أو تسعى إلى رفع المستوى الثقافي للمجتمع وترقية الإنسان إلى أفضل وسائل العيش، بحيث أنه هذا الإنسان يجب أن يعيش برفاهية ويجب أن يعيش في ظروف تسمح له بالعيش الرغيد بتوفير متطلبات الحياة بشكلها المسموح وبشكل مثالي، حتى يكون هناك توازن ما بين الطبيعة وما بين الاستهلاك البشري. أهداف التنمية المستدامة، طبعا التنمية المستدامة لها مجمل أهداف، لها هدف أو نسميها مسار معين. هذا المسار إلى فد غاية معينة يتحققها التنمية المستدامة. أول هذه الغايات اللي هي تحقيق حياة فضلة أو أفضل للسكان من خلال التركيز على العلاقات ما بين نشاط السكان والبيئة. العفو. هنا
من الغاية أو الأهداف هي تعزيز وعي السكان بالمشكلات البيئية القائمة. هذا يتم من خلال تنمية الإحساس بالمسؤولية، وأيضا حث الناس أو المتعلمين أو جميع أفراد المجتمع على المشاركة الفعالة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه التنمية، ومن خلال مشاركتهم في إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقديم البرامج والمشاريع الخاصة بالتنمية المستدامة. إنه إحنا ذكرنا بالنقطة الأولى أنه نوفر حياة فضلة للسكان من خلال التوازن ما بين الموارد الطبيعية والمحافظة عليها وبين الاستهلاك البشري. هنا علينا النقطة الثانية، أنه نعزز أو ننمي الوعي الموجود عند الناس أو عند السكان بالمشكلات البيئية اللي موجودة في الوقت الحاضر. من خلال تعزيز هذا الوعي راح يكون هناك إحساس بالمسؤولية يتولد لدى الإنسان للمحافظة على البيئة، وأيضا المشاركة الفعالة في وجود أو في إيجاد أفضل الحلول للمحافظة. مثلا عندنا البعد التكنولوجي، حاليا نرى بالدول المتقدمة ظهور السيارات الصديقة للبيئة أو المصانع الصديقة للبيئة. هذا المصطلح اللي هو صديق للبيئة هو الوعي، أو هنا تنمية كان هناك تنمية وعي للإنسان بإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات اللي تعاني بها البيئة في الوقت الحاضر. فبالتالي أنه هذا راح كان هناك رأي للناس، راح كان هناك رأي للمسؤولين بإيجاد أفضل الحلول حتى نحافظ أو ننمي الوعي البيئي عند السكان. الغاية الثالثة اللي هي احترام البيئة الطبيعية. احنا قلنا تنظيم حياة وأيضا زيادة وعي للإنسان، هنا راح يكون مدى احترامنا للبيئة الطبيعية. هذا الاحترام راح يتولد من خلال التركيز على العلاقة ما بين نشاط السكان والبيئة والتعامل مع النظام البيئي على أساس حياة الإنسان. بالتالي راح نستوعب العلاقة حتى نقدر نطور هذه العلاقة لتصبح علاقة تكامل وانسجام ما بين عدد السكان، ما بين احتياجات الناس، وما بين الموارد المتاحة في الوقت الحالي، حتى يكون هاي التوازن أو هذا التخطيط راح يكون هناك علاقة تكامل، بحيث عدم وجود أي خلل في جانب معين، وبالتالي راح يكون هناك انسجام ما بين الموارد الطبيعية وما بين حياة الإنسان بأفضل وسيلة. موضوعنا اللي هو يخص راح نجي عليه انه يخص بموضوع التعليم وطرائق التدريس. راح نركز على موضوع التعليم حتى من خلال التعليم نشوف ما هي علاقة الطرائق بالتنمية المستدامة، وكيف يمكن تطوير تلك طرائق التدريس في ظل متطلبات التنمية المستدامة. الكل يعلم أن التدريب في مجال التعليم يشترك فيه جميع من له علاقة بالمحافظة على الموارد الموجودة في المجتمع. هذا المجال أو التدريب على التعليم راح يخلي الجميع يشترك ثم يساعد على اكتساب المهارات والأدوات اللازمة لتعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة. طبعا لكل مجتمع له فلسفة معينة، له رؤية معينة، له أهداف، له رسالة تخص المحافظة على التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الموجودة. بالتالي لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة من خلال الحلول التكنولوجية فقط أو الأنظمة السياسية أو المالية وحدها، لا. هنا راح يكون عندنا طريقة التفكير، طريقة العمل مالتنا، بحيث هذه الطريقة راح تحتم علينا أو تفرض علينا أنه نوفر نوعية تعليم وتعلم من أجل التنمية المستدامة، بحيث أنه إحنا نتدرب على الحلول التكنولوجية، نتدرب على وجود أنظمة سياسية معينة، أيضا وجود موارد اقتصادية، وجود موارد مالية. لكن هنا مسألة التعليم راح تخلينا انه نفكر، راح تخلينا انه
نخلي عملنا استراتيجي راح تخلينا انه نخطط لايجاد افضل الحلول وايجاد افضل الطرائق لاستعمال واستهلاك الموارد الموجوده في البيئه. طبعا راح يكون ايضا هذا التعلم حتى يكون عندنا بالمستقبل تنميه مستدامه على جميع المستويات، منها البيئات الاجتماعيه وايضا عندنا البيئات السياسيه والماليه. هذا راح يكون هدف من اجل تحقيق او تمكننا من مواجهه التحديات العالميه الحاليه والمستقبليه في مواجهه بناءه وخلاقه. احنا نلاحظ وجود تخبط ايضا في السياسه، وجود تخبط في المجال الاقتصادي، وجود تخبط حتى في مجال رؤيه او رسم او تنظيم حياه التعليم. فبالتالي عندما يكون رؤيتنا الى تحقيق التنميه المستدامه راح يخلي عندنا سياسه تعليميه، راح يخلي عندنا تخطيط للمتوفر في مواجهه التحديات المستقبليه. الكل تعرفنا عند وجود او عند ظهور جائحه كورونا. جائحه كورونا فرضت علينا انه نستعمل التعليم الالكتروني. احنا ما كانت عندنا رؤيه لاستعمال التعليم الالكتروني الا بحدود قليله جدا. فبالتالي هذا التحدي اللي صار علينا تحتم علينا انه نستعمل التكنولوجيا بشكلها العالي بشكلها الواسع حتى نواكب او نساير او نسميها نستمر بعجله التعليم. فبالتالي عمليه التنميه المستدامه راح تخلينا نخطط الى المشاكل او التحديات اللي قد تحدث علينا في المستقبل، ومن ثم راح نقدر نرسم خطط مستقبليه. هذه عايزة الخطط لو بتحبطها بتليفوني عادي تكون بعتها في التليفون معالجة ماشي للظروف البيئية المستقبلية اللي تحدث في المستقبل. وبالتالي راح نحكي يكون بعد هذا راح عليه يكون بنتين تبحث إذا ضافوا ضيفيني راح اعتقد يمكن اعتقد واحد من الزملاء فاتح غنيه مايك، بعد اذا امكن اغلاق المايك. على الشافية نعم دكتور تفضلوا فبالتالي راح يكون هناك انشاء مجتمع، راح نولد مجتمع، راح ننشئ مجتمع راح يكون الى فكره الى رؤيه مستدامه. هذا راح يكون عندنا سهوله التكيف مع الظروف المحيطه اللي تواجهنا في المستقبل. وطبعا هذا ما اكدت عليه المنظمات العالميه اللي هي منظمه اليونسكو في اعاده وتوجيه عمليه اعداد وتدريب المعلمين لضمان إدراج التعليم من أجل التنمية المستدامة ضمن الممارسات التعليمية. طبعا الأمم المتحدة، منظمة جمعية الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو حاليا تسعى بجهد عالي جدا لاستضافة أو لإدخال هذا المفهوم في الممارسات التعليمية الموجودة في المجتمعات الحالية. هنا راح نجي على العلاقة ما بين التعليم والتنمية المستدامة. شنو الأهمية اللي موجودة ما بين التعليم وما بين التنمية المستدامة؟ طبعا التعليم من أجل التنمية المستدامة يعطي وجهة نظر للتعليم والتعلم للجميع، لأنه يروج للتعليم بجودة أفضل ويستوعب الجميع بلا استثناء، كما أنه يستند إلى القيم والمبادئ والممارسات الضرورية لمواجهة التحديات اللي حكينا عليها قبل شوية بصورة فعالة. هذا راح ينطينا رؤية، ينطينا وجهة نظر جديدة، ينطينا أفكار جديدة للتعليم والتعلم، لأنه عملية التنمية المستدامة تروج للتعليم بأفضل نوعية وأيضا تستوعب جميع المتعلمين بلا استثناء، كما يحدث في التعليم الإلزامي. طبعا هو أيضا فقرة من فقرات التنمية المستدامة، لأنه يفرض التعليم على الجميع بدون استثناء. وأيضا مراكز، حتى موضوع محو الأمية الحالي، مراكز محو الأمية أيضا تؤدي أو هي فقرة من فقرات تحقيق التنمية المستدامة، لأنه هذا هاي العملية أو عملية جعل الجميع في
التعليم بدون استثناء راح يكون عندنا انه نستند او يكون عندنا تخطيط مستقبلي الى المبادئ والممارسات المهمه الموجوده في المجتمع، حتى نقدر نخطط نقدر نفكر حتى نواجه التحديات المستقبليه اللي موجوده في المجتمع. وايضا التعليم من اجل التنميه المستدامه يجعل الافراد ملتزمين اخلاقيا. استاذ احمد اعتقد يمكن يمك تقدر تطفي المايكات بشكل تام. نعم دكتور، المايكات اللي تنفتح يتم إزالة المشترك من المحاضرة. تفضلوا دكتور. النقطة الثانية أنه التعليم من أجل التنمية المستدامة طبعا يجعل الأفراد ملتزمين أخلاقيا، وأيضا يتمتعون بقدرات عالية وشخصية مناسبة، شخصية مرموقة مكتملة، ومجتمع متعاون قائم على المشاركة وأيضا على الشفافية والعدالة، ويشدد على الترابط القائم بين البيئة والاقتصاد والمجتمع. هذا المفهوم أو هاي النقطة دائما نلاحظها في الدول الغربية أو نسميها بالدول الملتزمة بالقانون. عملية الالتزام بالقانون تفرض علينا أنه نكون أفراد ملتزمين أخلاقيا، سواء كان في مهنة معينة، في المجتمع بشكل عام. وأيضا راح تكون تتولد قدرات عالية، لأنه عملية المحافظة على العام راح تولد عندك عملية محافظة على الخاص، بالتالي هذا راح يشجع على عملية التعاون والمشاركة في أي عمل معين. هاي المشاركة والتعاون راح يولد شفافية، راح يولد احترام للرأي، راح يولد احترام وجهات نظر، وأيضا راح تولد عدالة في التوزيع، عدالة في استهلاك الموارد الموجودة في أي مجتمع. بالتالي راح يكون هناك ترابط ما بين البيئة والاقتصاد والمجتمع. هذين الأطراف الثلاثة اللي هي على شكل مثلث، بيئة واقتصاد ومجتمع. إذا كان هناك ترابط قوي ما بين هاي الأطراف، وكان هناك رؤية وتخطيط لعملية رسم سياسة اقتصادية وفق الموارد البيئية من خلال المجتمع، راح يكون هناك عملية أو رؤية واضحة وتحقيق لأهداف التنمية المستدامة اللي هي المحافظة على الموارد المتاحة. النقطة اللي بعدها، من خلال التعليم راح نقدر نشجع على تشخيص احتياجات الأفراد للتعلم والتعليم. عملية التخطيط لأي عمل معين وخصوصا للتعليم راح تولد عندنا نوع من التفكير، نوع من الإجراء اللي نلبي به ونحقق حاجات المجتمع للأفراد للتعلم والتعليم. مثلا موضوع البنى التحتية من خلال عملية التنمية المستدامة، التوازن ما بين الطبيعة وما بين المجتمع راح يخلي عندنا انه نفكر او نخطط لإقامة مؤسسات تعليمية تلبي حاجات المجتمع او تلبي حاجات الافراد الى التعلم والتعليم. راح تكون عندنا رؤية انه كم عدد سكان يحتاجون الى بناء مدرسة، يحتاجون الى بناء جامعة، يحتاجون الى بناء وجود كلية معينة، وجود معهد معين. هذا راح يحتم علينا انه نخطط لتحقيق احتياجاتهم للتعلم والتعليم. وايضا راح يكون عندنا صياغة واضحة للاهداف من خلال توفر المصادر او الموارد المتاحة لتحقيق هذه الاهداف، ومن ثم تطبيق الاستراتيجية للقيام بتقويم ناتج هذه المؤسسات التعليمية بشكلها العام، بحيث انه احنا كنا نخطط لعملية التوازن ما بين المجتمع والبنى التحتية اللي موجودة بالمجتمع. راح يخلينا انه نقدر نخطط ونقدر نرسم اهداف ونضع خطط، هذه راح تحقق لنا الاهداف، تحقق لنا توفير المصادر الملائمة لتحقيق هذه الرؤية، وبالتالي راح نقدر نقوم مدى تحقيق المؤسسات التعليمية لحاجات المجتمع.
العفو. النقطة الأخرى اللي هي راح يكون للتعليم دور في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إيجاد الحلول لجميع المشكلات أو المشاكل اللي تواجهنا بالمستقبل. هنا لا يمكن أن يكون الإنسان مفكراً، لا يكون الإنسان مخططاً، لا يكون الإنسان ماهراً في مجال خاص بمجال مؤسسة معينة إلا من خلال عملية التعليم. فبالتالي إذا توفر التعليم الجيد من خلال عملية رسم الأهداف والتخطيط والتنفيذ والتقويم، راح يكون هذا له دور أساسي في إيجاد الحلول المناسبة، لأنه عملية تحديد الاحتياجات، تحديد المشكلات، راح يخلينا أنه نخطط لمعالجة تلك المشكلات. النقطة الأخيرة اللي هي التعليم يعمل على ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة في عقول الأفراد، اللي راح ينعكس على تحقيق مفهوم جودة الحياة. احنا قلنا انه عملية التعليم او عملية التنمية المستدامة هي عملية توازن ما بين الموارد المتاحة وما بين المجتمع. هنا راح يكون التعليم له دور اساسي في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة. احنا ما ممكن انه نحافظ على الموارد البيئية، ما ممكن انه يكون عندنا رؤية لتحقيق التوازن في المستقبل إلا عندما نفهم مفهوم التنمية المستدامة. فبالتالي عملية التعليم إذا كان هناك تطوير وتدريب على مفاهيم أو على استعمالات التنمية المستدامة، راح يكون عندنا تخطيط أو رسم سياسة معينة وتحديد أهداف معينة لمعالجة الحلول المستقبلية حتى ننهض بالمجتمع ومن ثم نحقق الرفاهية والحياة الكريمة لأي مجتمع كان. هنا بعد أهمية عملية التعليم للتنمية المستدامة، راح نشوف هنا عملية تعزيز التعليم للتنمية المستدامة. هناك شفنا الأهمية، هنا راح نعزز هذه الأهمية، راح نقوي، راح نطبق التعليم في التنمية المستدامة. عملية التعزيز للأهداف أولاً يتم من خلال دمج التعليم من أجل التنمية المستدامة في السياسات والاستراتيجيات والبرامج التعليمية. لإدراج أي برامج تعليمي معين، هنا يجب دمج التعليم أو دمج البرنامج التعليمي مع واقع وأهداف التنمية المستدامة. بالتالي عملية الدمج هذه راح تخلينا انه يكون عندنا سياسه، وراح يكون عندنا استراتيجيه، وايضا راح يكون عندنا برنامج تعليمي محدد ويحقق التنميه المستدامه. فبالتالي حتى نقدر نعزز الوعي بالتنميه المستدامه، يجب دمج التعليم في مجالات التنميه المستدامه، وايضا دمج التعليم من اجل التنميه المستدامه في المناهج والكتب الدراسيه او المدرسيه. كل ما كان المحتوى التعليمي موجود بالمناهج وموجود بالكتب المدرسية، وأيضا حتى موجود ضمن البحوث ضمن المجلات، هذه راح يخلينا أدنى زيادة وعي، راح يعزز العمل مالتنا في تحقيق التنمية المستدامة. فبالتالي هنا لازم نركز على وجود مفردات التنمية المستدامة في الكتب والمناهج الدراسية، وأيضا من خلال عملية دمج التعليم في برامج إعداد المعلمين وتدريبهم على كيفية تحقيق ورسم أهداف التنمية المستدامة لبرامج إعداد المعلمين. كل ما كان طبعا تسمية المعلمين أما تشمل معلمين ومدرسين وأيضا أساتذة الجامعة، باعتبار أنه السمة الأساسية في عملية التعليم هي كلمة أو لفظ أو لقب المعلم. فبالتالي هاي العملية أو إعداد البرامج لتدريب المعلمين على تحقيق التنمية المستدامة من خلال دمج عملية التعليم، وأيضا توفير التعليم من أجل التنمية المستدامة في توفير قاعات أو نسميها الصفوف الدراسية، أو نسميها بشكل عام البنى التحتية، أو نسميها البيئة الفيزيقية اللي موجودة بالتعليم. احنا قلنا توفير
تحقيق توازن ما بين المجتمع والبيئة. بالتالي التعليم راح يخلي من التعليم حتى نحقق التنمية المستدامة لازم نوفر بيئة فيزيقية اللي هي تشمل البنى التحتية والمستلزمات الدراسية الخاصة ببيئات التعلم حتى تناسب الأفراد والمجتمع الموجود، وبالتالي من خلال هذه العملية راح نحقق التنمية المستدامة. هاي مجملها راح يكون للتعليم دور أساسي في التحول إلى مجتمع أكثر استدامة، راح يخلي المجتمع يحقق وراح يكون طموح جدا لتحقيق أفكار وتحقيق رؤية لتحقيق التنمية المستدامة من الناحية البيئية أولا، وأيضا بالتنسيق مع المبادرات الحكومية ومبادرات المجتمع المدني وطبعا حتى القطاع الخاص، حتى يكون هناك تنسيق لتحقيق أو لتوفير بيئات تعلم مناسبة. راح يكون التعلم هنا إلى قيمة إلى وجهة نظر، وأيضا هذا عملية التعاون والمشاركة راح تسهم في تطوير وتنمية المهارات والمفاهيم اللي يمكن أن نستعملها في خفض أو إيقاف الممارسات الغير مستدامة. يعني إذا كان هناك اتجاه ضد التنمية المستدامة، عملية التشارك وعملية جعل التعليم في التنمية المستدامة راح يخلينا أنه نقلل أو نحد أو نقدر حتى نوقف السلوكيات الغير مستدامة. فهنا يكون من خلال عملية التعليم راح نقدر نوفر بشكل عالي جدا مفاهيم التنمية المستدامة. هناك أبعاد للتنمية المستدامة اللي هي 4 أبعاد، اللي هو البعد التقني والبعد الاجتماعي العفو والبعد الاقتصادي والبعد البيئي. لكل بعد من هذه الأبعاد إلى دور في تحقيق التوازن الطبيعي ما بين الموارد وما بين توفير الحياة الرغيدة للإنسان. احنا نشوف احنا الوقت الحالي التكنولوجيا والاتصالات والثورة المعلوماتية اللي موجودة لها دور كبير جدا في تعزيز مفهوم التنمية المستدامة. مثل ما تطرقنا بالبداية إلى موضوع سيارات المعامل صديقة البيئة، هذا المفهوم اللي هو يركز بمفهومها يركز من ضمن مفاهيم التنمية المستدامة. هاي التكنولوجيا أو هذه الثورة المعلوماتية، الثورة التكنولوجية كان لها دور أساسي أو راح تساهم في تحقيق التطور لتحسين أداء المؤسسات التعليمية. كل ما كانت المؤسسات التعليمية تحتوي على أجهزة، تحتوي على تقنيات، تحتوي على وسائل اتصالات، انترنت، ثقافة تكنولوجية، مهارات تكنولوجية، لاني راح يكون هناك تحقيق اكبر او تحقيق لمفهوم التنميه المستدامه. وايضا حتى هاي المستلزمات او هذه التكنولوجيا الموجوده راح تخلي الانشطه البحثيه اللي موجوده عندنا وخصوصا في المؤسسات الجامعيه راح تعزز الانشطه مالتنا بوجود مختبرات، بوجود اجهزه معينه، بوجود عملية تشاركية من خلال التكنولوجيا ما بين المؤسسات المحلية والمؤسسات العالمية، راح يخلي نحقق التنمية المستدامة. فبالتالي راح يكون هناك تحفيز للنمو الاقتصادي اللي موجود بالبلد أو للمجتمع، وأيضا إيجاد الكثير من فرص العمل. عملية التطور التكنولوجي مهما كان التطور التكنولوجي لكن يحتاج إلى أيدي أو بيئة عملية نسميها الأيدي العاملة اللي موجودة. هاي عملية التحفيز للنمو الاقتصادي راح يخلي البلد إنه يعمل. مثل ما نشاهد بالصين، وجود التكنولوجيا الحالية بالصين تعمل تجبر المجتمع الصيني على العمل. بالتالي هذا راح يحفز النمو الاقتصادي، راح يقلل من البطالة، راح يقلل من حالة الفقر، لأنه الإنسان يعمل والعمل راح يولد مورد اقتصادي. بالتالي من خلال هذا البعد راح نقدر
نضع برامج انه هاي البرامج تكون نحول المجتمع من مجتمع تقليدي الى مجتمع معلوماتي، مجتمع يستعمل التكنولوجيا والاتصالات والمهارات التكنولوجيه بشكلها الدقيق، ومن ثم راح يحقق اهداف العفو نمائيه لاي مجتمع. فبالتالي عمليه الاتصال لها دور عالي في التنميه المستدامه. نلاحظ احنا حتى الوقت الحالي المجتمع الريفي اللي هو نسميه المجتمع البسيط في استعمال التكنولوجيات التعليميه، لكن من خلال ايصال الاذاعه الى الريف وايصال المؤسسات التعليميه اللي تحتوي على التكنولوجيا الى المجتمع الريفي، راح يخلي تدرب المزارعين على استعمال العفو على استعمال التكنولوجيا في مجال الزراعه، بالتالي من خلال رفض المعلومات، من خلال استعمال افضل الطرائق افضل الطرق في الزراعه الحديثه، راح يخلينا نساهم في تحسين الاقتصاد الزراعي او الانتاج الزراعي، هذا راح يساهم ويخلي وفره في الانتاج الزراعي. نوضحها بشكل بسيط، احنا نلاحظ الزراعه الحديثه اللي هي تعتمد على التكنولوجيا حتى حاليا موجوده في المجتمع العراقي، كثره استعمال التكنولوجيا او وسائل التقنيه الحديثه يساعد ويساهم في زياده الموارد الاقتصاديه للريف او للانتاج الزراعي، بالتالي استعمال مصادر نسميها مصادر المواد الاوليه كبذور كلقاحات كمبيدات غيرها من وسائل الري الحديثه، وسائل الحراثه الحديثه، او وسائل حتى التهيئه الحديثه، راح يخلينا انه نساهم في تحسين الانتاج الزراعي. فاذا البعد التقني لا يكتفي فقط على المؤسسات التعليميه او المؤسسات الصناعيه فقط، وانما يتحدى حتى على المستوى او الانتاج الزراعي. البعد الاخر اللي هو البعد الاجتماعي، هذا البعد يتمثل بالعناصر المكونه للمجتمع اللي هي تمثل القيم والمبادئ والاعراف وايضا حتى العادات والتقاليد الموجوده في المجتمع. هذه العادات والتقاليد راح تخلينا نمارس انماط سلوكيه، وايضا راح يكون عندنا هناك نظم اجتماعيه، هذه النظم الاجتماعيه تعتني بالانسان، تعتني بالبشر، بحيث تعد الانسان بانه الحق الاول او الى الحق الطبيعي بالعيش في بيئه نظيفه وسليمه، طبعا يمارس من خلالها الانشطه اللي هو يتمتع بيها، الانشطه الجيده، طبعا مع كفاله الحق في نصيب كل انسان من توزيع الثروات الطبيعيه، بحيث هذا انه يكون هناك تخطيط ما بين الوفره وما بين الاستهلاك، بحيث اي مورد او اي ثروات طبيعيه للانسان يجب ان يتزامن مياهها، يجب ان يقابلها عدد السكان والبشر، هذا من خلال توفير التعليم وايضا الجانب الصحي ونحد من الفقر، وايضا راح ننطي حقوق للمراه وايضا احترام القيم والعادات من اجل رفع المستوى المعاشي لاي مجتمع. فهذا هذا البعد هو مهم جدا من ابعاد التنميه المستدامه. البعد الثالث اللي هو البعد الاقتصادي، هذا البعد راح يخلينا انه نوفر حلول لاشكاليه التخلف الاقتصادي، طبعا هذا المفهوم انه التخلف الاقتصادي انه يكون عدم توازن او عدم تخطيط او عدم وضع خطه للموارد الاقتصاديه مع الاستهلاك. هذا عمليه عدم التخطيط
راح يخلي هناك عدم رؤية أو عدم وضوح رؤية اقتصادية للإنسان. هذا راح من خلال عدم وضوح الرؤية راح يكون هناك وجود مفهوم وهو مفهوم الفقر، لأنه عملية استنزاف الموارد المتاحة راح يخلينا أنه نستهلك الموارد الموجودة بسرعة، وبالتالي عدم وجود هذه الموارد، عدم وجود عدم وضوح الرؤية باستهلاك راح يخلي عندنا هناك حالة من حالات الفقر، ومن ثم راح يكون العفو عذرا المقاطعة، الشاشة السوداء اكو سكرينينج للشاشة؟ لا موجودة سيمي، خلي عيد عيد مشاركة الشاشة استاذ. واضح هسه العرض مالتها؟ هسه تمام استاذ، هسه تمام. تمام، لا انت اذا اكو اي اشكال انه ما مبين يعني من يمين مبين واضح العرض، بس من يمكن ما اعرف يعني من بين. هسه تمام استاذ، شكرا جزيلا. ان شاء الله ان شاء الله، شكرا جزيلا شكرا جزيلا. هذا عملية التخلف الاقتصادي او مفهوم التخلف الاقتصادي راح يخلينا انه يكون هناك عندنا تخطيط للعيش بطريقه او باسلوب يضمن حياتنا لحياه طويله وحياه صحيه، لانه راح يكون عمليه استهلاك الموارد المتاحه بشكلها اللائق بشكلها الصحيح راح يوفر عندنا توفيرها لاطول فتره ممكنه. وطبعا هذه اكدت عليه تقارير التنميه البشريه اللي هي صادره على البرنامج الانمائي لمنظمه الامم المتحده، اللي هي اكدت على تحقيق او حل اشكاليه التخلف الاقتصادي الموجود في اي مجتمع. توسيع الخيارات الانسانيه سواء كانت اقتصاديه او اجتماعيه والسياسيه والثقافيه، هذه راح تولد راح يكون عندنا مفهوم ورؤيه واضحه لمعالجة مفهوم التخلف الاقتصادي، أو نسميها أنه مجمل الوفرة الموجودة في المجتمع راح تخلينا أنه يكون عندنا تخطيط للدخل مع المصروف. كل ما كان هناك التخطيط بشكل واضح بشكل يضمن حياتنا لأطول فترة ممكنة بشكلها الصحيح بتوفير افضل وسائل العيش، راح يضمن راح يكون عندنا توفير حياه جيده، حياه لائقه بمعيشه الانسان. هذا تابع الى البعد الاقتصادي. وايضا البعد الاقتصادي ينبع من ان البيئه هي نسميها كيان اقتصادي متكامل. عمليه التنميه البعد الاقتصادي العفو هو يعد قاعده التنميه، لانه ما ممكن اي دوله او اي مجتمع ينمو اقتصاديا بعدم وجود موارد اقتصاديه. فبالتالي اي استنزاف لتلك الموارد يؤدي الى اضعاف فرص التنميه المستقبليه لها. واحنا نلاحظ حاليا حتى المجتمعات الفقيره اللي هي فقيره بوجود الموارد الطبيعيه او حتى الموارد بشكلها العام تكون فقيرة. ليش؟ لأنه ضعف الموارد الاقتصادية، ضعف الموارد الطبيعية اللي موجودة في أي مجتمع راح يؤدي إلى استنزافها بسرعة، وخصوصا عندما يكون المجتمع أو البشر أو الإنسان بعدد هائل راح يستنزف هذه الموارد، وراح يولد لنا أيضا راح يكون هناك عندنا مشكلات بعدم توفير الموارد وعدم توفير المال، وايضا عدم وجود تخطيط راح يخلينا انه نستنزف هذه الموارد بشكل العالي، وراح يزيد عندنا الفقر بشكل غير طبيعي. عمليه الموازنه راح يقلل عندنا الفقر من جهه، وايضا راح يحقق لنا التنميه الاقتصاديه من جهه اخرى. فضلا ايضا راح يكون هناك محافظه على الثروات، ومن ثم استقلال تلك الثروات بشكلها الامثل. حتى على مستوى الأسرة بشكلها المبسط
عملية الأسرة، الأسرة كل ما يكون موردها الاقتصادي معين بحجم معين ووجود عدد أفراد أسرة أكثر من الموارد الطبيعي، راح يخلي الأسرة تكون في ضيق من المعيشة، راح يولد لها نوع من أنواع الفقر البسيط سواء كان في المجتمع العراقي، بحيث عدم رسم المورد الاقتصادي أو الطبيعي اللي موجود وعدم توازن ما بين عدد أفراد الأسرة والمورد راح يخلينا نستنزف الموارد اللي موجودة ضمن الأسرة، بالتالي هذا الاستنزاف راح يخلينا نذهب إلى طريق وهو طريق الفقر، وإن شاء الله هذا ما يتحقق، لكن علينا أنه نكون عندنا هناك سياسة وتخطيط ووضع أهداف معينة حتى نحقق أو نحافظ على الموارد المتاحة لنا ونستغلها بشكلها الدقيق. البعد الأخير اللي هو البعد البيئي، اللي هو هذا البعد يسمى أفضل أو أهم بعد بالتنمية المستدامة. هذا البعد يتمثل بالموارد الطبيعية اللي هي يتمثل بالمياه والطاقة والزراعة والتنوع البيولوجي. هاي الموارد ينبغي للتعليم من أجل التنمية المستدامة أن نبرز أهمية هذه الموارد على وجه الخصوص. فالاعتبارات اللي موجودة عند الباحثين، عند المتعلمين، راح تخلينا أنه يكون عندنا سلوكيات جديدة تتعلق بالمحافظة على تلك الموارد، بأنه حتى تكون موارد ضرورية جدا لبقاء الإنسان على الطبيعة، لأن احنا كنا نعرف أنه البشرية تعتمد على السلع والخدمات اللي توفرها المؤسسات المختلفة في أي دولة معينة، بالتالي عملية المحافظة على هذه المؤسسات وإصلاح هذه المؤسسات راح يكون هناك، هذه راح نمثلها أفضل التحديات للمحافظة على الموارد البيئية اللي موجودة. فبالتالي أي عملية تلوث للموارد الطبيعية سواء كانت مياه، طاقة، زراعة، تنوع بيولوجي، تنوع اقتصادي، هذا الخلل اللي يحدث أو استعمالنا الجائر لهذه الموارد راح يكون هناك، يؤدي بالتالي إلى وجود خلل، ومن ثم راح يكون هناك انهيار بعناصر وقوة الدولة، لأنه إحنا قلنا استنزاف أي عنصر أو استنزاف الموارد الموجودة راح يخلي ضعف، أو راح يخلي أنه أحد المرتكزات اللي تقوم عليها الدولة، أحد الموارد راح تكون أو نسمي هذه المرتكزات هي الموارد الطبيعية اللي موجودة، فبالتالي عدم وجود أو وجود راح يكون هناك خلل في أحد الموارد في أحد الركائز راح يؤدي إلى انهيار الدول. وإحنا نلاحظ حتى في موجود في بعض المجتمعات المحيطة الدول العربية والدول المحيطة بالعراق وجود انهيار اقتصادي نتيجة عدم استغلال الموارد المتاحة بشكلها الأمثل، وخصوصا إذا كانت هذه الدول أو هذه المجتمعات مواردها الاقتصادية مواردها الطبيعية تكون قليلة وغير متلائمة مع الإنسان. هنا راح يكون عندنا ما هي علاقة طرائق التدريس بالتنمية المستدامة. احنا وضحنا المفهوم، وضحنا أهمية التعليم والأبعاد اللي موجودة على التنمية المستدامة، بالتالي موضوعنا انه شلون نطور باعتبارنا باحثين، باعتبارنا ناشطين، باعتبارنا معلمين او مسؤولين، احد المسؤولين عن عملية التعليم، راح يكون ما هي علاقة طرائق التدريس بالتنمية المستدامة. أول علاقة إن للمتعلمين أو نسميها للمعلمين بطرائق التدريس إنه من خلال التنمية المستدامة نقدر نرسم أهداف عامة لطرائق التدريس. ما هي طرائق التدريس الملائمة لأي مجتمع؟ ما هي طرائق التدريس الملائمة لأي صف؟ احنا قلنا هناك التنمية المستدامة هي عملية توازن ما بين الموارد وما بين المجتمع، فبالتالي المعلم عندما يدخل إلى الصف أو يدخل إلى المحاضرة إلى القاعة الدراسية
بالبدايه انه عدد الطلاب، فبالتالي راح يكون عنده هناك اهداف، موضوع اهداف محدده لاختيار افضل طرائق التدريس حتى يحقق جانب من جوانب التعليم في ظل التنميه المستدامه. العلاقه الثانيه اللي هي وجود معايير ومؤشرات التعليم المختلفه. احنا حتى نركز، لا نركز على الجانب المعرفي فقط في التعليم، ايضا هنا نركز على مهارات التفكير، نركز على المهارات الحياه اللي موجوده في المجتمع، وايضا على ان نحافظ ونزرع سلوكيات للمتعلمين بكيفيه المحافظه على القيم والاتجاهات السلوكيه اللي موجوده في ضمن اعرافنا وضمن قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا. حتى راح يكون هناك دور اساسي بافضل الطرائق لتنميه المجال المعرفي وايضا تنميه التفكير بالمحافظه على تلك القيم والاتجاهات. ايضا العلاقه المهمه راح تخلينا نحدد استراتيجيات التعليم والتعلم، وايضا راح نخلينا نحدد ادوات التقويم ومصادر التعلم اللي موجوده عندنا. هذا ايضا يضاف له انه هناك اهداف خاصه، اهداف تربويه نسميها اهداف اجرائيه، ممكن انه الانسان يحققها حتى يتابع او يقوم العمليه التعليميه بشكلها الدقيق والصحيح، وعلى ان تكون التنميه المستدامه ايضا مجال من مجالات ومؤشرات الصفوف التعليميه حتى نحقق افضل ناتج تعليمي. ونركز على المحور الأساس في عملية التعليم اللي هو الطالب. التنمية المستدامة طبعا طرائق التدريس راح تخلينا نستخدم أفضل طرائق التدريس اللي تشجع على التفكير الناقد وعلى النقد الاجتماعي حتى نتقبل وجهات نظر وأيضا نطرح وجهات نظر، وأيضا راح تخلينا أنه نحلل وجهات النظر المقابلة أو المعارضة إنه، وراح يكون هناك نقاش علمي في وجهات النظر، في اتخاذ القرارات، في مناقشة أفضل الحلول لمواجهة المشكلات. هذا راح يكون اعتمادنا الأساس باختيار أفضل الطرائق التدريسية على المكان. مثل ما قلنا، إذا كان المكان يتسع لعدد كبير، ما هي الطريقة الجيدة لمعالجة أو المناسبة لهذا العدد؟ وإذا كان العدد قليل، ما هي الطريقة المناسبة؟ بالتالي عملية تحديد الطريقة المناسبة أو الاستراتيجيات المناسبة راح تخلينا نحفز المتعلمين أنه يطرحون الأسئلة، وراح يكون عندهم تحليل نقدي، وأيضا راح يكون عندهم مهارات تفكير، وأيضا راح تنمي عملية إصدار القرارات لمواجهة التحديات اللي موجودة، للمشاركة في عملية رسم الأهداف، للمشاركة في أي قرار معين. حتى هذه مجمل العمليات او نسميها الاهداف اللي موجوده بعمليه التعليم راح تخلينا نستعمل افضل الطرائق والاساليب، ومن هذه الطرائق هي طريقه المناقشه، وعندنا طريقه حل المشكلات والاستقصاء والتعلم التعاوني، وطبعا القصه وغير منها وغيرها من الطرائق المهمه المناسبه او اللي هي راح تحقق أفضل مجال للتنمية المستدامة. المحور الأخير اللي هي ما هي الطرائق المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة. طبعا كان المفروض أنه هذا المحور يكون على 6 عبير، بس لكن يمكن أعتقد عندها طرف خاص يعني معها إنترنت، لذلك اعتذرت أنه تقدم لها أسفها، قدم لكم أسفها على عدم المشاركة، وإن شاء الله تحاول أنه تقعد إذا صار معالجة للخلل إن شاء الله تكون يعني على محور الندوة. عملية أو طريقة المناقشة، طريقة راح تسمح لنا بتدوير المعلومات ما بين المتعلمين أنفسهم. من خلال عملية المناقشة ما بين الأفراد راح توفر لنا توفير رؤية، توفير وجهات نظر، حتى تحقق استدامة، تحقق توازن ما بين الأفراد، بحيث انه اي انسان او اي متعلم يقدر يدمج التجربه اللي مر بيها، يقدر يحققها وين؟ يقدر ممكن انه يكون يربط هذه التجربه اللي خاضها في عمليه التعليم مع
حاجات المتعلمين في الوقت الحالي، بحيث يكون هناك تطبيقات تربوية، تطبيقات عملية لما موجود بالواقع للإنسان أو للمتعلمين، حتى يكون هناك ربط ما بين نسميها الأحداث اللي مرت أو الأحداث اللي الجارية اللي مرت على المعلم، حتى يقدر يحققها ويقدر يربطها بواقع المتعلمين، حتى يقدر أنه يوفر لهم أكبر عدد من المفاهيم، وبالتالي راح ينمي تلك المفاهيم لدى المتعلمين. فائدة طريقة المناقشة في تحقيق التنمية المستدامة، يساعد على تنمية المهارات اللي هي نسميها القدرة على التواصل شفهيا وكتابيا. العفو. احنا كلنا نعرف انه المناقشة تكون بشكل شفوي، وايضا قد تكون بشكل كتابي، انه نطرح موضوع معين وهذا المطروح يكون مناقشته بشكل ورقة وقلم. هذا راح يوفر للمتعلمين تنمية مهارات التواصل اللفظي، لانه من خلال التواصل السؤال والجواب والمناقشة راح يكون هناك افضل رؤية واضحة أو أفضل تواصل لفظي للمتعلم من خلال التركيز، تنمية مهارات التركيز، وأيضا تنمية مهارات الاستماع. يعني إحنا مو بس نركز ونستمع، وأيضا بعد التركيز والاستماع راح يكون عندنا ملخص لما حدث في المناقشة، وبالتالي راح نتقبل أفكار الآخرين، وراح تولد عندنا احترام آراء الآخرين، وإذا راح تخلينا أنه نحافظ أو نحترم الوقت المخصص للشخص المناسب أو للشخص المقابل. أثناء عملية السؤال والجواب علينا أنه نتابع السؤال وأيضا نتابع الجواب، بالتالي راح يكون عندنا احترام للمقابل واحترام الوقت المخصص واحترام وجهات النظر إلى المقابل. الطريقة الثانية اللي هي طريقة حل المشكلات، اللي هي هذه راح تعتمد على اكتشاف الجذور البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشكلات اللي موجودة اللي تواجهها المجتمعات. هذه راح تخلينا انه نحلل المشكلة الى جزئياتها، الى عناصرها الأساسية، نقدر نحدد المشكلة بشكلها الدقيق. ايضا راح يكون هناك عندنا رؤية واضحة لإيجاد او اتخاذ الحلول المناسبة، اللي هذه الحلول سواء كانت مادية، سواء كانت طبيعية، سواء كانت بشرية، ومن هو المسؤول ومن هو المتحمل لمعالجة تلك المشكلات اللي موجودة. بالتالي عملية التدريس بطريقة حل المشكلات راح يكون عندنا نموذج شامل، نموذج للمشكلات البيئية اللي موجودة في المجتمع. هاي النموذج راح يخلينا انه نخطط للحلول، وايضا نختار القرارات المناسبه، نجعل الاشخاص المناسبين في مواقعهم الصحيحه. هذا راح يكون عندنا معالجه المشكلات المستقبليه، سواء كانت هذه المعالجات فيما يخص المناهج الدراسيه، ومن ثم نعزز مهارات التفكير، سواء كانت مهارات ناقده، مهارات ابداعيه، وايضا راح يكون عندنا عمليه او قدره على اتخاذ القرارات المناسبه، ومن ثم التشجيع على التفكير المستقبلي. الجزء الاخير او النموذج الاخير، طبعا هي نماذج هواي عندنا من نماذج طرائق التدريس، لكن اكتفينا بثلاث نماذج، اللي هو اسلوب القصه. اسلوب القصه وخصوصا في المراحل البسيطه، عمليه سرد القصه طبعا هي من التقاليد اللي موروثه عندنا للمجتمعات السكانيه الاصيله، سواء كانت فنيه شعبيه. هاي عمليه سرد القصص هي وسيله من وسائل الترفيه. هاي الوسائل راح تحقق التعليم، تخلينا انه نحافظ على القيم الأخلاقية اللي موجودة ما بين الأجيال. إحنا نسمع قصة على مجتمع معين، مجتمع قديم، هذا المجتمع راح يكون عندنا تنمية أو غرس في القيم الأخلاقية اللي موجودة عندنا. بالتالي عملية سرد القصص راح تسهم في تربية المتعلمين، وأيضا تدعم التنمية المستدامة، لأنه راح يكون عندنا رؤية واضحة
على مدى على مدى تحقيق الرفاهية، مدى استغلال الموارد بشكلها الصحيح، مدى نقدر نسميها احترام التراث الثقافي. ايش قد عندنا تراث ثقافي نقدر نحافظ عليه اللي ما موجود حاليا في البيئة. فبالتالي عملية الغسل او نسميها تنمية الأخلاق البيئية او التراثية اللي موجودة عندنا راح نقدر ننميها من خلال سرد القصص، حتى يكون هناك تطبيق عملي لما موجود بشكل نظري في القصص. هذا راح يخلينا انه نغرس المبادئ والقيم للمتعلمين، وطبعا هذا يكون افضل وسيله له اللي هو نسميه التعليم السمعي، اللي هو يعني ضعاف البصر او نسميها ذوي الاحتياجات الخاصه اللي هي في السمع. هذا راح يخلينا انه نشرك جميع من هو مسؤول عن توفير تلك المستلزمات، وبالتالي راح نقدر نحقق او نقدر نوازن ما بين القدرات اللي موجوده عندنا وما بين الموارد المتاحه عندنا. وشكرا جزيلا للاطاله طبعا، وشكرا جزيلا لاهتمامكم ولإصغاء جميع الحاضرين والمشاركين في هذه الندوة. وأي سؤال أو استفسار أستاذ أحمد إحنا حاضرين إن شاء الله. شكرا حضرتكم دكتورة، بارك الله بكم، دعاء لكم التوفيق والسداد في فكرتكم العلمية والتربوية إن شاء الله. شكرا حضرتكم دكتور الأفاضل، أيضا شكرا الموصول لكم. إذا كانت لديكم أي مداخلة أو استفسار من الأستاذ المحاضر ممكن تضغط على زر المايك والتعريف بنفسك وطرح السؤال. طبعا شكرا جزيلا للإصغاء أولا، وشكرا جزيلا لرئاسة جامعة ميسان وأيضا إلى كلية العلوم في جامعة ميسان، وشكر موصول إلى الأخ الأستاذ أحمد على الاستضافة وعلى تحقيق الأشياء البسيطة من أدنى حتى يكون نحقق تواصل اجتماعي، تواصل مجتمعي ما بين عملية طرائق التدريس وما بين المجالات العلمية الأخرى. فشكرا جزيلا أستاذ أحمد على الاستضافة وإجراء الندوة العلمية. نعم دكتور، وإحنا أيضا بدورنا نتقدم بجزيل الشكر والتقدير والإنان إلى حضرة الأستاذ الدكتور سلوان عبد أحمد التدريسي في كلية التربية المقداد جامعة ديالى على حضوره الرائع والمتميز وتقديم هذه الندوة العلمية الخاصة بالعلوم الحديثة التي ترتبط بالتنمية المستدامة التي من شأنها رفض العملية التعليمية بشيء جديد ومتطور لربما يساعد الباحثين على إظهار نتائج جديدة ومتطورة لمواكبة العلوم الموجودة في هذا العصر. فشكر جزيل لكم دكتور على هذه المعلومات الرائعة والمتميزة. أيضا بدورنا تقدم بدعوة جميع الباحثين من جميع الجامعات العراقية وكذلك العربية، ندعوهم إلى نشر هذه العلوم من خلال دعوتكم في تقديم الورش والمحاضرات التدريبية وكذلك العلمية في منصتنا، منصة كلية العلوم جامعة ميسان، ونحن مستعدون لتلبية ما هو لإنجاح هذه الورش التدريبية. فراح يكون هنالك رابط، عفوا إيميل خاص بنا في هذه القناة الموجودة عند حضراتكم في قناة التليجرام، ممكن أنه تتواصلون معنا في هذا الخصوص. فشكر موصول لكم دكتور سلوان، وشكرا لجميع الأساتذة الباحثين. شكرا جزيلا أستاذ أحمد، شكرا جزيلا للحضور.